سي فاروق، ماذا حدث البارح؟ والله أول حاجة سي حبيت نقول باللي الصور اللي ريناها تغني على كل تعليق. لأنه اليوم نحبوا نحشروا الترجي الرياضي في مشكلة اللي هو مش طرف فيها تمام. اش وقع؟ مستنسين الشيء اللي شفناه، العنف اللي نشوفه فيه، مستنسين فيه على المدارج. اليوم وهذا خطير وخطير جدا، العنف هذا انتقل للملعب وانتقل لحجرات الملابس. وبجانبي امني، ونحب نشكر من جديد الامنيين. كنتوا اصدرتوا بلاغ انتم اليوم؟ اصدرنا بلاغ، لانه لولا الجهد المكثف للامنيين لكان توقع مجزره في حجرات الملابس. مجزره مش مبالغه، ماهيش مبالغه على الشيء اللي وقع. لانه كانت الاعصاب متشنجه، وكنا ربما نوصل لحاجات اللي ماهيش باهيه بالكل. وكنا على علم من اول اسبوع انه المباراه هذه باش تدور في ظروف غير عاديه، تنجم تقول. ثم علم الشيء هذا، وربما الاخوان الامنيين في بالهم به. اليوم اللي وقع من العنف خاصه في اخر المقابله، علاش؟ على لقطه كان عاودوا نشوفوها وشفنا الصور، ماهر بصغير الحكم زفر مخالفه ضده، كايها لاعب، هو معايا لاعب ولاعب اخر تاع كره قدم يعرفوا، اللاعب يهز ياخذ الكره في يده، من بعدين يبعث ثلاثة أربعة أمتار ويرميها. هذا شو قاع؟ رمى الكرة، ما راعنا إلا هون نشوفه في الصور، إلا خمسة ولا ستة ولا سبعة لاعبين ينهاروا عليه ويضربوه. علاش هذا الكل؟ صحيح أنه الترجي الرياضي والنجم الساحلي اليوم يمروا بفترة صعيبة شوية بعد خروج من ربع النهائي من الترجي، نصف النهائي للنجم من كأس أفريقيا، فيه مرارة. أما باش نوصلوا يعني العنف يولي هو يسيطر على مباراة اللي كما قالوا لخيان قبل، ما عندها كان ثلاثة نقاط نتاع ترتيب، لا هي مصيرية في آخر البطولة، لا هي مباراة كأس، لا حتى شيء. الاستفزازات كيف أقول لك أنا، مثال فرانكوم وقع الاعتداء عليه ووقت العمليات الإحمائية نتاعه قبل ما يدخل. كيفاش وقع الاعتداء عليه؟ وقع الاعتداء عليه من طرف شخص موجود في الملعب على فرانكوم. يعني هذا الكل ما نحبش نحط اليوم انا انسان مسؤول على الشيء هذا، كنا مسؤولين. كنا مسؤولين، كل شخص عنده علاقه بالرياضه في تونس وبكره القدم خاصه عنده مسؤوليه في اللي وقع. من الانديه، من الجامعه، من الوزاره، من الامن، الكل، الناس كل مسؤولين. لازم نلقاو طريقة باش كرة القدم اليوم ترجع لما كانت عليه. رياض أبو عزيزي لعب في النجم الساحلي، لعب في الفريق القومي، يعرف معنى الروح الرياضية والرياضة. في الملعب يا خويا خليه التنافس في كل مستطيل، ما نخرجوهش لا عند المسؤولين لا عند الجماهير. سي فاروق، قلت جملة لفتت انتباهي من الأول، قلت حبوا يحشروا الترجي في لعبة ما عندوش بها علاقة، نحب نفهم الجملة هذه. الترجي مش يلعب في المقابلة نتاعو، شنو هو ذنب الترجي كي دافع على حظوظه؟ شكون اللي يحب يحشر الترجي في لعبة خطيرة؟ الشيء اللي نسمع فيه اليوم في الإعلام أنه الترجي والنجم، ألوك الترجي ما بداش بحد شيء، الترجي حب مش دافع على نفسه، هرب. هرب من باش ما يوقعوش اللاعبين نتاعو في الفخ وتوقع معركة مع اللاعبين النجم الساحلي. مع هذا أنه نحب نلفت الانتباه، اليوم كلمة نقولها أنه راهو الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي أكبر بكثير من الشيء اللي وقع. والترجي الرياضي التونسي وعلاقته بالنجم الساحلي لازمها تبقى في أعلى مستوى، لأنهم زوز مدارس نتاع الرياضة في تونس. سي فاروق، فما حتى ملاعبي من الترجي أخطأ البارح، ممكن نشنج الأعصاب شوية حتى يعني تبدأ التصويرة واضحة للناس. صحيح أنت تتكلم على الترجي تو، لكن موجود. شوف، كل انسان اللي تحاول تعتدي عليه بالطبع انه باش يدافع على نفسه، وفك الدفاع عن النفس توقع الاخطاء، والاخطاء وقعت. واحنا نقول لك حاجه، راهو في الترجي هذه ما نترقبوش انه الهياكل الرياضيه هي اللي تعاقب المخطئين والمذنبين في الترجي هذه.